السلام عليكم. كان في ديك في أحد القرى يؤذن بعد صلاة الفجر، يؤذن بالناس ويدعوهم إلى الصلاة. إجا يوم أحد الجيران وقال له: أنت صوتك بزعجني ويجب أنك تخفف صوتك وإلا قتلتك. فهذا الديك خاف على حياته، فقام بإخفاض صوته وصار يؤذن بالناس وصوته خافت. ومن ثم جاء الرجل مرة أخرى إليه وقال له: الآن صوتك يزعجني، يجب أن تتوقف عن الأذان. فخاف الديك مرة أخرى على حياته وتوقف عن الأذان، وصار يوقظ الناس على صلاة الفجر. وعاد له الرجل مرة أخرى بعد فترة بسيطة وقال له: إن صياحك يزعجني، فلا أريد أن أسمع صياحك، يجب أن تكاكي مثل الدجاج. وخاف الديك مرة أخرى على حياته وقبل أن يكاكي مثل الدجاج. ثم عاد إليه مرة أخرى وقال له: إن صوتك يزعجني، حتى صوت المكاكاة ما بدي أسمعه. فخاف الديك على نفسه وقال: إني لن أكاكي بعد اليوم. وعاد له الرجل مرة أخرى وقال له: يجب أنت أصبحت عالة على المزرعة، أصبحت عالة على الخم، ويجب عليك أن تبيض مثل باقي الدجاجات. وكيف للديك أن يبيض؟ فقال له: كيف لي أن أبيض؟ قال: يجب أن أذبحك، إن لم تبيض أو لم تقم بعملية البيض سأقوم بذبحك. وجاء ثاني يوم والديك ما ببيضش. لما إجا يذبح الديك صار الديك يبكي. فحقوله: ليش بتبكي؟ قال: يا ريتني متت وأنا بأذن، يا ريتني ما رديت وما قبلت على هذا الشخص، إني تنزلت عن مبادئي ومتت وأنا بأذن، بما أنه أنا رح أموت. العبرة بالموضوع هذا أنه التنازل عن المبادئ يبدأ بشكل تدريجي، والشخص اللي بطلب منك أنك تتنازل لو عن جزء بسيط من مبادئك رح يظل يطلب منك أنك تتنازل عن مبادئك، حتى أنك تتنازل عن جميع مبادئك. في مثل بقول: المبادئ لا تتجزأ، فإما أن تقف مع مبادئك كلها بشكل كامل أو تتخلى عنها بشكل كامل. فخطورة التخلي عن المبادئ أو التهاون من المبادئ خوفا على النفس أو محاولة لإرضاء الآخرين ستكون خطرة جدا على الإنسان وعلى أي شخص يقوم بالتهاون. والقصة والعبرة الأخرى سنحكيها عن ديك آخر. في أحد القرى أيضا كان في ديك زعيم مخيف يخيف كل ديكة الحي. كان يقوم كل يوم الفجر ويؤذن في الناس. هذا الحكي أزعج أهل القرية، فإجوا على مختار القرية وقالوا له: يا مختار، هذا الديك يزعجنا، بدك تريحنا منه. فأقنعهم المختار أنه طولوا بالكوا على هالديك، بلاش نذبحه، بيصلينا بصحينا على الفجر، بيصح المسلمين، بيوعينا على ما طلعت الشمس. رفضوا الجميع وقالوا: يجب أنك أنت تذبح هذا الديك. آخر إشي رضخ المختار لطلبات أهل القرية وراح جاب الديك وقطع راسه، قطع راسه وتغدوا عليه. ثاني يوم تفاجأ أهل القرية أنه في 12 ديك قاعدات بصيحن وبكاكن. يا مختار، في 12 ديك قاعدات بكاكن بهالقرية. فقال لهم المختار: الديك اللي ذبحتوه كان مخوف كل الديكة هذه وكان مخليها هادية، فأنتوا لما ذبحتوه طلعتوا الديكة هذه كلها هياتها، الآن بدكم تتعاملوا مع 12 ديك، وإذا ذبحتوا 12 ديك يمكن تتعاملوا. وهذا الحكي بدل على أنه قد يكون في شر بسيط أو خطر بسيط، ولكن هذا الشر قد يخفي أو قد يحمي الناس من شر كبير بكون محدق بيهم، وبالتالي هو شر الفوضى، لأنه شر الفوضى وشر العشوائية شر كبير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحكم الناس 40 عاما بإمام ظالم خيرا من أن يباتوا ليلة بدون إمام. هذا الحكي بدل على ضرورة أنه وجود إشي مركزي ينظم حياة الناس، ينظم حياة المجتمعات، حتى لو الناس ما كانت راضية عنه، لأنه الإشي المركزي بيغطي العشوائية والعدوانية اللي بتكون موجودة عند الجموع. فبالتالي قصة الديك هذه أنه كان الديك هذا يحمي ناس كثير أو مسك الديكة كثير، وعامل منظومة وعامل نظام موجود بالقرية ولكن ما رضي عنه أهل القرية. فغياب هذا الديك أدى إلى وجود الفوضى ما بين الديكة الأخرى والجموع الأخرى. هذا الحكي يعتمد كمان على الأنظمة والمجالس الموجودة الآن في العديد من البلدان، قد تكون ما حدا راضي عنها أو في نسبة الرضا عليها قليلة، ولكن غيابها قد يؤدي إلى تسبب كبير بالفوضى، تسبب كبير بالعشوائية والعدوانية في داخل المجتمع. وشاكر لكم على المتابعة، وشاكر لكم على الاستماع،
أتمنى أنكم تكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات بالنسبة للقصة الأولانية والقصة الثانية، وإذا في عندكم أي موضوع معين حابين نحكي فيه إحنا جاهزين على قناتنا، قناة الدكتور عمر أبو زيد، ويا ريت أنكم تعملوا لايك ومتابعة وشير حتى أنه تصل فيديوهاتنا لأكبر عدد ممكن. وشكرا لكم على المتابعة مرة ثانية.